بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا مديول نمبر 5 أو النموذج الخامس من كتاب جيم للمراجعة النهائية، وطبعا الجرامر اللي عليه على اليونتس أو الأسئلة بتشمل جرامر يونتس 12 and 13، يعني الوحدات 12 و13. طبعا عندنا الدرس الأول Model Verbs of Necessity of Prohibition and Lack of Necessity، يعني الأفعال الناقصة للضرورة والإلزام والتحريم. طبعا necessity و lack of necessity يعني عدم الضرورة و prohibition. طبعا زي ما احنا قلنا الكتاب عندنا بيلخص الجرامر بطريقة جميلة جدا، ممكن ان احنا نقرأه ونراجع الجرامر من خلاله، ولكن ان شاء الله احنا بنستخدم او بندخل على الاسئلة مباشرة. رابط الكتاب هيكون اسفل الفيديو، اللي يحب يطلع عليه يراجع منه نقاط الجرامر. وطبعا لو اي حد عايز مثلا مراجعة جزئية معينة يطلبها، واحنا ان شاء الله نراجعها معاه. زي ما احنا شايفين طبعا دي lack of necessity يعني عدم الضرورة والإلزام، ده اللي هو الدرس الأول. في عندنا prohibition وطرق التحريم، عندنا أكتر من expression ممكن استخدمه للتحريم. بعد كده عندنا model verbs of deduction اللي هو الاستنتاج، advice النصيحة، regret الندم. طبعا هو الكتاب مستعرضها بالعرض، ممكن نقرأها من الكتاب. وبالنسبه للادفايز النصيحه، في الباست، في البريزنت بتبقى ادفايس، وطبعا في الباست بتبقى ريجريت ندم او بلامن جلوم باستخدام شو ده في التصريف الثالث زي ما احنا شايفين عندنا هنا. وفي الديدكشن في عندنا ماست وكانت ومايت، طبعا ماست مؤكد مثبت ومايت عدم التاكيد، وكانت مؤكد منفي. ندخل على الجزء الخاص بالاكسرسايز الاسئله. Number one, choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, answer all the questions. Use space. Write your answers in ink. يعني أجب على الأسئلة، يجب إن أنت تكتب الإجابات بتاعتك بالحبر أو تحبرها. You must to. طبعا must ما يجيش معاه to. You had to. طبعا دي ماضي. Didn't have to. Didn't have to. ولا must. طبعا هنا letter D. You must. طبعا هنا ضرورة وإلزام، يجب إن أنت تحبر مين؟ تحبر اللي هو إجاباتك. Did your brother؟ طبعا did يبقى يجيب معاه المصدر، المصدر مين؟ have to، من غير ما أفكر did have to. Did your brother have to be fine when the police stopped him? Since his car was being repaired, his space go to Alexandria by train. طبعا منذ أن سيارته ريبيرته كانت بتتصلح. طبعا was هنا ماضي، يبقى ايه؟ يبقى الماضي هيبقى قصاده ماضي. طبعا هنا did his car was being repaired، since his car was being repaired، منذ ان كانت سيارته بيتم تصليحها. he has to ولا had to ولا didn't have to ولا must he had to go to Alexandria by train. طبعا هنا was being بتتصلح، الماضي بيعود عليه ماضي. he had to go to Alexandria by a train. You have a lot of work tomorrow. عندك عمل كتير غدا. You space be late. طبعا هنا you mustn't be late. لا يجب ان انت تتأخر. You mustn't be late. ولا you must ولا you have ولا you don't have to. طبعا هنا you mustn't be late. يعني لا ضرورة. طبعا تذكرة قوية هنا. You mustn't be late. طبعا هنا استخدمت للتذكرة القوية. You mustn't be late. Use this show your passport when you visit another country. يجب ان انت هنا تظهر او تبين الباسبورت بتاعك when you visit another country. طبعا هنا letter C. You have to show your passport when you visit another country. طبعا هنا letter C.
I spaced this furniture yesterday. It was really unnecessary. طبعا هنا yesterday ماضي، يبقى I had to pay this furniture yesterday. It was really unnecessary. غير ضروري، يبقى نقول ايه؟ You needn't have. I needn't have bought. I needn't have bought. طبعا لأنها عدم ضرورة in the past. بقول هنا it was really unnecessary، يعني فعلا كان غير ضروري. يبقى you didn't or I didn't have. I needn't have bought this furniture yesterday. Moon's base take her sunglasses because it was cloudy. طبعا هنا it was cloudy يعني الجو مغيم. طبعا يا ترى had to ولا needn't have ولا mustn't ولا didn't need to. طبعا هنا منى had to take، يجب ان هي تاخد، ولا didn't need to ولا لا مش محتاجة تاخدها. because it was cloudy لان الجو مغيم. طبعا مغيم يبقى مش ضروري تاخد الجلاسز، يبقى هنا didn't need to. letter D. we space use our passports. They accepted our ID cards. يعني هم قبلوا ال ID cards اللي هي البطاقة الائتمانية. يا ترى we had to ولا we didn't. طبعا هنا مجرد ما نشوف هنا they accepted ماضي، يبقى هنكون الفعل الأول ماضي. يبقى we had to ولا we didn't have to. طبعا هنا we didn't have to، يعني مش ضروري ان احنا نستخدم ال our passport لان هم ايه قبلوا ال ID cards. We have got plenty of time. We space hurry. طبعا عندنا وقت وفير، يبقى مش ضروري نجري. يبقى we don't need ولا we needn't. طبعا we needn't. ليه ما تنفعش don't؟ لأن طبعا don't need محتاجة to، لكن needn't بيجي معاه الانفينيتيف مباشرة. You space go shopping with us. You can stay at home if you want. طبعا هنا you don't have to ولا mustn't ولا must ولا have to. طبعا هنا you can، هنا بيخيروا، يبقى you don't have to. you don't have to go يعني مش ضروري تيجي معانا. you can stay at home if you want، لو انت عايز. يبقى هنا ايه فيها عدم الضرورة، لكن هنا دي تحريم. you space see a doctor. your leg is bleeding. يعني يجب ان انت تروح للطبيب، رجلك بتنزف. طبعا هنا ضرورة، يبقى you must. طبعا هنا ضرورة، you must. you space spend too much money. you will want some for your holiday. محتاج توفر للأجازة. you mustn't spend ولا you have ولا you can't ولا you must. طبعا هنا you mustn't spend يعني لا يجب ان انت، طبعا دي هنا نصيحة قوية، لا يجب ان انت تنفق too much money، فلوس كتير. you will want some، يجب ان انت او انت محتاجهم في الاجازة. ياسمين سبيس be careful with what she eats because she has diabetes. ياسمين needn't be careful ولا could ولا shouldn't ولا needs to. طبعا هنا be ضرورة شيء، يبقى ايه؟ ياسمين needs to. طبعا هنا ضرورة، يجب ان هي تكون حريصة لان عندها diabetes، مرض السكري. you space wash these fruits. I have already washed them. طبعا مش ضروري ان انت تغسل هذه الفاكهة، انا بالفعل غسلتهم. يبقى ايه؟ you needn't wash them. مش محتاج يعمل الشيء، مش ضروري. طبعا needn't والمصدر. طبعا son الابن بيقول لمامته mom I don't want to clean my room. انا مش عايز انظف حجرتي. it right now الان. mother الام قالت له yes right now. yes right now يعني الان حالا. have I to clean. طبعا ده سؤال. must I clean. do I must ولا عندنا must I have to clean. طبعا هنا كتركيبة تبقى ايه؟ must I clean يعني ضروري ان انا انظف حجرتي. right now yes right now. لكن have I to clean ولا must I have، طبعا ما ينفعش اقول must I have to ولا do I must، ما ينفعش. طبعا هي السؤال ايه؟ must I clean. you mustn't park here. طبعا هنا لا يجب ان انت تركن هنا. it means that. طبعا هنا في prohibition تحريم. it's necessary. طبعا دي ضرورة. لا it isn't necessary برضو خطأ.
اتس اجينست ذا لو. يس طبعا عارفين ان ماسنت بتساوي اتس اجينست ذا لو، يعني ضد القانون. باركينج ازنت فوربيدن، يعني ركن السياره مش ممنوع هنا. طبعا خطا لان باركينج از فوربيدن، لو عايزينها باركينج از فوربيدن هير. شي سبيس كوك فود توداي ذير از انف ان ذا فريدج، مش ضروري ان هي او مش محتاجين ان هي تطهو طعام اليوم، احنا عندنا الكافي في التلاجة. طبعا هنا نيدنت ما يجيش معاها تو، وطبعا هنا mustn't mustn't طبعا بيحرم، لكن she doesn't have to يعني مش ضروري ان هي cook because we have enough. it's a free smoking area يعني منطقة ممنوع فيها اللي هو التدخين. you mustn't smoke here، you mustn't smoke here. I didn't drink the water from the river or I didn't drink، أنا ما شربتش المية من النار. Or I space ill or I might be ill، يعني أنا أمرض. I might be ill ولا I might have been ill، ولا ربما أن أنا أمرض، ولا should be نصيحة، ولا must have been يجب أن أنا أعيا. طبعا هنا or يبقى I might، ليه؟ لأن طبعا هنا في عدم في اللي هو uncertainty يعني عدم التأكد، وطبعا عدم التأكد في الماضي. or هنا بتدل على عدم التأكد. the traffic on the road into Cairo wasn't moving، يعني المرور مش للقاهرة مش بيتحرك. there is space have been an accident، يعني حدث أو وقع حادث. طبعا هنا can't ولا should ولا might have been an accident ولا must. طبعا هنا لو جينا نقرأ الجملة the traffic on the road into Cairo wasn't moving، يعني المرور يعني بطيء جدا ما بتحركش. there might be ربما ان يكون في حادث، هو مش متأكد، هو not sure، فعشان كده بقول لك ربما ان يكون في حادث، عشان كده المرور ايه بطيء. لكن must بيأكد ان الفعل، ما فيش حاجة بتدل على هنا الجملة مؤكدة. The temple is supposed to be important. It's visited by hundreds of people every day. طبعا the temple shouldn't، عشان كده مئات من الزوار بيزوروا يوميا. shouldn't ولا can't ولا mustn't ولا must. طبعا must لابد ان هو مهم، عشان كده مئات من الناس بيزوروا يوميا. عماد and حاتم is busy swimming. Their hair isn't wet. عماد وحاتم يعني اكيد ما راحوش يسبحوا، عشان كده أكيد راحوا يسبحوا، عشان كده شعرهم إيه ليس مبلل، ولا أكيد ما راحوش. طبعا هنا عماد and حاتم space swimming their hair isn't wet must have been لابد إن هم راحوا للسباحة، عشان كده شعرهم ليس مبلل، ولا might not have been ربما لم يذهبوا للسباحة، ولا should have دي طبعا planning أو regret ملهاش دعوة خالص، و might be طبعا دي مضارع، وإحنا عايزين الماضي لأن هنا بقول لنا إيه their hair isn't يعني شعرهم ليس أو لم يكن مبلل. طبعا هنا might not have been might طبعا، أو إحنا عايزين كده expression النفي، طبعا دي طبعا might be يعني ربما إنهم راحوا، لا هنا might not have been يعني ربما لم يذهبوا للسباحة، لأن إيه شعرهم ليس مبلل. the car broke down again، السيارة انكسرت مرة تانية. it is space repaired very well yesterday، طبعا اتصلحت كويس أمس، ولا لم تصلح أمس، هي أصلا عطلت اليوم، يبقى مفروض إن هي ما صلحتش كويس أمس، يبقى تبقى letter A can't happen. عارفين إن can't have والتصريف التالت معناها مستحيل، مستحيل إن هي إيه اتصلحت كويس أمس، لأن النهاردة عطلت. everyone is putting their umbrellas up، كل واحد رفع الشمسية بتاعته، يبقى أكيد الجو بتاع إيه بيمطر، يعني أكيد أو لابد it might must have. عارفين ان must have والتصريف الثالث معناها لابد، يبقى it must have started raining يعني لابد ان هي ايه بدأت تمطر. you space make you a revision timetable that's my advice، طبعا نصيحة، يبقى you should make نصيحة should. use space to buy your mother a present it was her birthday، طبعا ده عيد ميلاد مامتك، يبقى you ought to have طبعا ما ينفعش ought to have to buy، you ought ينبغي ان طبعا كنوع من الادفايس،
ولا you should have ولا you shouldn't have forgotten لا ينبغي ان انت تنسى to buy your mother a present it was ماضي يبقى عايزين طبعا هنا you shouldn't have forgotten يعني ايه يعني لا ينبغي ان انت تنسى تجيب الهدية لمامتك لان ده كان عيد ميلادها طبعا هنا was ماضي يبقى هندور على طبعا الريجريت اللي هو الندم طبعا هنا بتعبر عن البلامنج اللوم لوم في الماضي يعني كان لا ينبغي ان انت تنسى ما تنساش تجيب لها هديه لان ده كان عيد ميلادها وطبعا كان لا ينبغي فعل شيء في الماضي shouldn't have التصريف التالت the sun is very hot الشمس حارة جدا او مشمسة جدا I space my sun hat انا يجب ان انا ارتدي القبعة بتاعت الشمس I think I will buy one now انا ينبغي ان انا اشتري واحدة الان I might have brought يعني يجب ان انا احضرها I must have brought ولا عندنا I had to bring ولا I ought to have brought كان ينبغي ان انا اشتريها طبعا هنا كان ينبغي فعل شيء في الماضي برضو هنا بتعبر عن الريجريت الندم الجو حر جدا دلوقتي طبعا كان ينبغي ان انا اجيب قبعه انا هشتري واحده اعتقد ان انا هشتري واحده حالا فطبعا هنا بتعبر عن ايه عن الريجريت ان ذا باست يعني ندم على شيء في الماضي هو سنت ذيس بارسل من اللي بعت هذه الباقه اي دونت نو ات انا ما اعرفش ات از بيس بي فروم عادل ربما ان هي من عادل ات شود ولا هاز تو ولا مايت ولا ماست طبعا هنا عدم تاكد يبقى ايه مايت ربما I don't know يبقى مايت I don't know I don't think I don't believe طبعا مايت لانه غير متأكد you ought طبعا ought بيجي معاه تو المصدر بس هنا ماضي ولا مضارع عندنا last week يبقى you ought to have finished you ought to have finished لانها ماضي كان ينبغي اعمل شيء في الماضي عمر is space be happy he has just won the gold medal لانه لسه فايز يبقى لابد ان هو مبسوط يبقى عمر must be happy must يعني لابد ان هو ايه مبسوط طبعا must معناها لابد وبيجي معاه الانفينيتيف لو بتعبر عن البريزنت فهو بيقول لك لسه حالا فايز بجائزه your writing is full of mistakes الكتابه بتاعتك مليئه بالميستيكس الاخطاء you space it carefully يجب ان انت تعمل لها تشيك او مراجعه بحرص طبعا هنا is full of mistakes you needn't have ولا must have ولا should have checked ولا had to check طبعا هنا ينبغي ان انت تفعل شيء you should have checked طبعا هنا you should have checked your writing is full يعني كتابتك مليئة بالأخطاء you should have checked it carefully كان يجب ان انت تفحصها بحرص طبعا كان ينبغي فعل شيء اللي هي should have والتصريف التالي او There are my father's keys. دي مفاتيح والدي. He's best to take them to work. يبقى أكيد نساهم ياخدهم للعمل. He mustn't ولا must ولا had ولا he can't have remembered. يعني لابد إن هو لم يتذكر إن هو ياخدهم. طبعا هنا letter D. He can't. يعني مستحيل إن هو تذكر ياخدهم. عارفين إن can't have والتصريف الثالث معناه مستحيل. مستحيل إن هو تذكر ياخدهم إيه للعمل. Ram space passed the exams he took very he looks very sad يبدو ان هو حزين يبقى هنا ايه هو اجتاز الامتحانات must ولا might ولا can't have طبعا هتبقى ايه can't have ليه لان بيبدو عليه ان هو حزين يبقى هنا can't have we didn't have to wear coats yesterday مش محتاجين نرتدي المعاطف امس as it was so hot لان الجو كان حر جدا this means هذا يعني it's necessary يعني ضروري for us to wear ولا it wasn't necessary طبعا we didn't have to wear مش محتاجين نتسريهم as it was so hot لان الجو كان حر يبقى it wasn't necessary for us to wear coats يعني ليس ضروري ان احنا كنا نرتدي المعاطف امس لانها ايه لان طبعا الجو كان حر يبقى هنا letter A letter B ليس ضروري One of the following sentences is grammatically incorrect. واحدة من دول grammatically incorrect يعني خطأ. Yasser needs to go to the dentist now. His tooth is really hurting. يعني فعلا سنته بتألمه. ولا ياسر had to go to the dentist now. طبعا now.
و had to ماضي ما تنفعش. ياسر has got to go to the dentist now. His teeth is really hurting. يعني فعلا سنته بتألمه. has got to go to the dentist now. ياسر has to go to the dentist now. His tooth is really hurting. طبعا هنا ياسر has to go to the dentist now. يجب أن يروح لطبيب الأسنان الآن. His tooth is really hurting. سنته بتألمه. يبقى احنا طبعا كلهم صح ما عدا هي letter مين letter B، لأنه استخدم فيها الباست مع now، وطبعا now الآن يبقى مضارع ما ينفعش نقول had to، فطبعا هي letter A letter B. Necessity is expected is in one of the following sentences. يعني الضرورة محتاجين نستخدمها في جملة من الجمل اللي معانا. أسامة didn't have to find another job. مش من ضروري إن هو يبحث عن عمل جديد، ولا أسامة has got to find another job محتاج إن هو يبحث عن عمل جديد. has got to find، ولا أسامة doesn't have to find another job. doesn't have to find مش ضروري، ولا أسامة needn't find another job مش ضروري يبحث عن عمل جديد. طبعا هو بيقول لنا necessity ضرورة، طبعا A و C و D كلهم lack of necessity يعني عدم ضرورة، فالمثبتة عندنا اللي هي letter A اللي هي letter B لأن دي الضرورة، لكن الباقيين طبعا unnecessity or lack of necessity يعني عدم ضرورة. You have to see the head teacher at 3 o'clock. It has the same meaning. لها نفس المعنى. You have to. بتساوي مين؟ You could see. ولا it's necessary for you to see the head teacher. The head teacher at 3 o'clock. ولا you needn't. طبعا دي عدم ضرورة. ولا you aren't allowed. طبعا هنا prohibition تحريم. طبعا هي letter A letter B. letter B بتعبر عن عدم الضرورة. اللي it's necessary بتساوي you have to. We space forget that education is the cornerstone of our development. لا ينبغي ان احنا ننسى ان التعليم هو حجر الزاوية للتنمية. طبعا هنا we may forget يعني ربما ان احنا ننسى، ولا we mustn't forget. طبعا هنا we mustn't forget يعني لا ينبغي ان احنا، هنا تذكرة قوية. We mustn't forget لا ينبغي ان احنا ننسى ان التعليم ده حجر الزاوية للتنمية. You space go there for me. I can handle it. It isn't difficult يعني ليس صعب. طبعا هنا you needn't to. You needn't. ولا عندنا هنا you mustn't. ولا you don't have to. ولا you had better not. طبعا هنا you don't have to go there. I can handle. طبعا present فنقول ايه عدم الضرورة. You don't have to go there with me يعني مش ضروري تروح وتيجي معايا with me. I can handle it. أنا ممكن أعتمد على نفسي هنا. It isn't difficult يعني ليس صعب. He didn't go to the park with us yesterday because he speaks a report. هو ما لم يستطع. He didn't. هو لم يذهب معانا للحديقة أمس because he speaks a report. He didn't have to write. مش ضروري يكتب report. We was obliged to write يعني اضطر إلى كتابة طبعا ريبورت. had to write a report. كان ضروري يكتب report. needed to write a report. طبعا هنا letter A didn't have to write اللي بتدور على طبعا هنا عدم الضرورة في الماضي. نقول لنا he didn't go to the park with us yesterday. هو ما جاش معانا للحديقة أمس because he didn't have to write a report لأن ما كانش ضروري يكتب إيه التقرير. طبعا كل الاكسبريشنز دول ينفعوا ما عدا اللي هي طبعا عدم الضروره didn't have to. Strong necessity is expected in one of the following sentences. Strong يعني strong القوه مفروضه في جمله متوقعه او يعني ضروره شديده او قويه في متوقعه في الجمل التاليه. You aren't allowed طبعا دي تحريم. I mustn't forget يعني لا ينبغي ان انا انسى. ولا she needn't buy. She needn't buy. ولا they didn't have to buy another flat. This there was less. طبعا هنا strong necessity ضرورة قوية جدا يبقى mustn't.
must او mustn't، بس انا بقول لك ايه، I mustn't forget to call، انا لا لا يجب ان انا انسى ان انا اتصل to call him today، ان انا ايه اكلمه اليوم. يبقى هنا متوقع او ضرورة قوية متوقعة ان هي ايه تحدث. You aren't supposed to park here، يعني مش من المفترض ان انت تركن سيارتك هنا. Here it's a public parking only، it's public parking only، ولا it's necessary، ولا it's forbidden يعني ضرورة محرم، ولا it's prohibited، it's permitted يعني مسموح. طبعا هنا you aren't supposed يعني مش من المفترض ان انت تركن سيارتك here، it's forbidden يعني معنى كده ان هو محظور، it's forbidden. لكن الأولى it's a public parking only يعني هي منطقة حرة للركن السيارة، فطبعا هنا نفيها أو العكس بتاعها. علي could have gone to school by bus، علي كان ممكن يذهب للمدرسة by bus، but he went on foot، ولكن هو ذهب سيرا على الأقدام. This means that I am sure that علي went to school، أنا متأكد إن علي راح للمدرسة، ولا I'm not sure that علي went to school by bus، أنا لست متأكد إن علي ذهب للمدرسة بالباص. I am sure، أنا متأكد that علي didn't go to school by bus، إن هو ما راحش المدرسة بالباص. Although it was possible، بالرغم إن ده ممكن، طبعا هنا عارفين إن couldn't معناها ممكن يفعل الشيء ولكنه لم يفعل، فطبعا اللي هي letter A letter C، كان بالإمكان فعل شيء في الماضي ولم يفعل، فطبعا اللي هي letter C، أو بنعبر باستخدام could have والتصريف التالي. يبقى I am sure that علي didn't go to school by bus although it was possible، اللي هي بتعادل في الميننج could have والتصريف التالت. ومن هنا وصلنا لنهاية module 5. تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.